مرحبا أصدقائي، وصفة اليوم وصفة أقوى من البوتوكس، تزيل التجاعيد فورا والخطوط الدقيقة أيضا تقضي على التجاعيد حول العينين. أيضا هذه الوصفة تعمل على تبييض وتفتيح لون البشرة بمكونات بسيطة جدا. سنحتاج في هذه الوصفة أولا إلى القهوة سريعة التحضير، سنحتاج إلى ملعقتين كبيرتين، نضيف ملعقتين كبيرتين من القهوة سريعة التحضير. بالنسبة للقهوة هي مضاد للأكسدة، تزيل التجاعيد على العين، قوية جدا على البشرة. سنحتاج أيضا إلى الحليب السائل، نضيف مقدار 4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل. بالنسبة للحليب يعمل على ترطيب وتنعيم البشرة. نخلط جيدا حتى تذوب القهوة في الحليب. أيضا القهوة تعزز الكولاجين على البشرة. نحتاج أيضا في هذه الوصفة إلى نشا الذرة، نضيف ملعقة صغيرة من نشا الذرة ونخلط جيدا حتى تذوب المكونات كلها مع بعض. رجاء أصدقائي، أتمنى منكم وضع إعجاب بالفيديو، أيضا مشاركته مع أصدقائكم. نستمر في التحريك جيدا، ثم نضع هذا الخليط في إناء ونضعه على الموقد على نار قليلة ونحرك جيدا، نقلب جيدا الخليط أثناء وضعه على النار. بعدها نتحصل على خليط كريمي بهذا الشكل. نفرغه، نتركه يبرد قليلا ثم نقوم بإفراغه في إناء آخر ونضيف باقي المكونات. الوصفة جميلة جدا، مجربة مني شخصيا، جربوها وستلاحظون النتيجة من الاستعمالات الأولى. ثم سنحتاج إلى هلام الصبار، نضيف ملعقة كبيرة. إذا توفر عندنا الطبيعي يكون أحسن، ممكن أننا نستخرجه من النبتة مباشرة ونضيفه، تكون النتيجة أحسن. ونخلط هذه المكونات مع بعض. نحتاج أيضا إلى زيت جوز الهند، نضيف مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونخلط المكونات جيدا مع بعض.
ونحتاج أيضا إلى زيت الجليسيرين، نضيف ملعقة صغيرة من زيت الجليسيرين. بالنسبة لزيت الجليسيرين يعمل على تبييض وتفتيح لون البشرة، رائع جدا للبشرة. هذا الخليط يمكن الاحتفاظ به في علبة معقمة لمدة طويلة، يعني تفوق الأسبوع، ويستعمل بشكل يومي. بالنسبة لطريقة الاستعمال بسيطة جدا، أولا نقوم بتنظيف البشرة جيدا، ثم نطبق القناع على بشرة الوجه. أيضا يستعمل حول العينين، تحت العينين، وأيضا يمكن استعماله على الرقبة. نضع كمية من القناع على البشرة بهذه الطريقة، يوزع على كامل الوجه. نقوم بتدليكه جيدا على البشرة بحركات دائرية خفيفة. يترك هذا القناع على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد. إذا أردنا نتائج سريعة يمكن استعماله بشكل يومي أو لمدة أو 3 مرات في الأسبوع. من الأحسن استعماله بشكل يومي حتى تظهر النتيجة سريعة. لا نحتاج في هذه الوصفة إلى المرطب لأنها تحتوي على الزيوت.